اختبار الثراء. هل أنت ثري؟ ستتفاجأ عندما تعلم أنه إن وصل دخلك الإيجابي إلى 100,000 شهرياً فأنت لست ثري. عرف الاقتصادي الشهير روبرت كيوساكي الثراء بأنه المقياس الذي يقاس به كم من الوقت ستنجو دون عمل. تناول كيوساكي في كتابه الأب الغني والأب الفقير تفصيلاً في فن إدارة التدفق المالي، من أين ينبغي أن يأتي دخلك؟ هل هو إيجابي أم سلبي؟ وأين تنفقه؟ فإذا كنت من أصحاب الدخل الإيجابي كموظف أو كصاحب حرفة، فإنه ينقطع دخلك بانقطاعك عن العمل. وإن كنت مستثمراً من أصحاب الدخل السلبي، لديك مشروع يدار ذاتياً مثلاً أو صاحب عقار مؤجر، فسيستمر دخلك في التدفق ولن يتوقف أبداً، ولهذا أنت ثري. لنظريات كيوساكي أكيد بقية، تابعنا واكتسب الخبرة.